دعني في البداية أولا أترحم اليوم على السجين السياسي السابق وأحد من نشطاء الحراك الشعبي بولاية سيدي بالعباس الأستاذ علي الداي الذي وافته المنية البارح ودفن عشية اليوم عصرا بمسقط رأسه بمدينة سيدي علي بوسيدي ولاية سيدي بالعباس. اليوم لما قضية انتهاكات الحقوق التي تطال النشطاء تسمعوني؟ نسمعك مبروك سعد. جيد. قلت اليوم الانتهاكات التي صارت تطال نشطاء الحراك الشعبي السلمي وتهمة الإشادة بالإرهاب. أو سلايد محطوطين ها. نعم. تفضل أستاذ مبروك. قلت تهمة الإشادة بالإرهاب التي كانت سابقا خاصة بالإسلاميين فقط اليوم توجه إلى كل الناشطين من مختلف التيارات السياسية بهدف إسكات الناس وتكميم الأفواه تاعهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة ودفاعهم عن الحقوق والحريات وعن حق الناس في العيش الكريم. مثلا قبل يومين تم إيداع الناشط الحقوقي زكي حناش الذي كان صراحة بامتياز صوت المعتقلين السياسيين وصوت المقهورين. زكي حناش الذي كان يوثق كل حالات الاعتقال السياسي وهو الذي كان معروف يعتمد في توثيقه على هيئة الدفاع عن معتقل الحراك الشعبي. لذلك صراحة أنا استغرب كيف حتى وجهت له هذه التهم ووجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة. هل كل من ينشر عن المعتقلين السياسيين وإيداعهم للسجن وانتهاك الحقوق تاعهم هل هذا ينشر الأخبار الكاذبة؟ وإذا كنت تتذكر أخي جمال هذا يرجعنا لحادثة نفي النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قبل حوالي 28 يوم بإضراب المعتقلين وتحذير الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الأخبار الكاذبة والمغرضة التي قال يومها من شأنها أنها تضر بسمعة العدالة الجزائرية. إذن القضية اليوم هي قضية إسكات وقبر كل صوت إعلامي من شأنه أن يكون ناقلا لحقيقة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان التي هي فعلا جريمة لا ينبغي السكوت عنها تحدث بحق شباب جزائري ينشد الحرية يتطلع إلى جزائر قوية وجزائر يجد فيها الطموحات تاعو وتطلعاته ويطلع فيها بالمسؤولية تاعو. احنا شفنا البارحة فقط كيف دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الشباب الجزائري إلى استلهام العبر والدروس من ذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين تأميم المحروقات التي قال في خطابه أن يتجند لها شباب مخلص وغير على وطنه. لكن ربما نسي هذا الرئيس أن شباب الأمس الذين لا يزال بعضهم في السلطة صاروا شيوخا ولم يسلموا المشعل ولم يفتحوا الفرصة للشباب رغم أن أقلهم سنا اليوم ربما تجاوز 70 سنة أو طيب. أكثر بل هناك حالة صالح كوشين 91 سنة رئيس كوشين نعم 91 سنة والشباب الذين وجه لهم رئيس المجلس الشعبي الوطني الدعوة إما هم بين سجين من أجل رأيه ولا يشوفوا مثلا بين مهاجر يبحث عن منصب عمل يحفظ له كرامة العيش خارج الوطن الجزائري وبين حتى حراك فقد كل أمل في الجزائر التي سموها بالجزائر الجديدة وتشوف اليوم الجزائر تعيش خطر حقيقي خاصة في ظل التداعيات التي تحدث جراء الأزمة التي أو جراء الحرب القائمة اليوم بين روسيا وأوكرانيا. إحنا نعرف بأن الجزائر اليوم تعيش جبهة داخلية هشة. الجزائر اليوم دون اقتصاد منشط. الجزائر اليوم تعيش على الريع البترولي
وحتى كما كنت تناقش ضيفك الكريم قبل قليل، إذا كان حتى الأسعار تاع البترول كما يشير بعض الخبراء أنها سترتفع جراء الحرب على أوكرانيا، وإذا فرضا طلعت حتى فوق 150 دولار برميل واحد، لكن الجزائر لا تستفيد من هذه القفزة في الأسعار في قضية النفط، لأن ما ستجنيه الجزائر باليد اليمنى ستنفقه باليد الشمال ولا باليد اليسرى، لأنه العجز في الجزائر بلغ سنة 2022 ما يعادل 30.5 مليار دولار. هذا مع أننا ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن الجزائر لم تعد تنتج البترول كما كانت، ولا يمكنها أن ترجع حتى إلى مستواها في الظروف الراهنة، فضلا على أنها ستتمكن من تغطية العجز الذي ستسببه الحرب الروسية الأوكرانية. يبقى معنا لذلك تفضل. نعم. أكمل فكرة لنعود لي السيدة أمينة وهي. نعم، لذلك الدولة أو الدولة الجزائرية لا ينبغي أن تبنى بهذه الممارسات، تبنى بقمع الناس، تبنى بسلب الحريات على الناس، تبنى بالتفريط على الأبناء تاعها. وشفنا حتى كيف كان الشباب الجزائري عالق دون أن تتحرك الدولة الجزائرية وتعمل من أجل إرجاعهم أو على الأقل تأمينهم بأن يعودوا مسالمين إلى الجزائر.